سلامتكم، مرحبا بكم مشاهدينا الحلوين، مشاهدين القناة الوطنية الأولى، قناتكم اللي هي منكم وليكم، وبرنامجكم اللي تعودتوا عليه زاد كيف كيف كل نهار أحد نهار مع كوثر. البرنامج متاعي اللي هو صغيرات اللي فيه درس لينا احنا الكبار في رأيهم في أفكارهم في الحكم اللي يقولوا لنا فيهم، وخاصة خاصة زادة في دمارهم. مرحبا بكم الصغار الكل، اللي تحبوا تشاركوا معايا اتصلوا بينا على رقم اللي تشوفوه في أسفل الشاشة. نحبكم برشا 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 ونبداو حلقتنا. مش تعدي معايا وقيت نعملوا الانترفيو وندخلك المسرح كيكا. ميرسي ميرسي اوكي يعيشك يا يونس. باي باي. ميرسي اتو تالا. يلا شمس، انت عمرك 9 سنين، بنوتة مزيانة، احليها ساعة روبتك واحليها لبسك. انت انيقة برشا. انت اخترت هذا البهيبي ولا ماما؟ ماما اخترت. ماما بالطبيعة مادام ماما فنانة عندها ذوق حلو. نحييوها صابرة الهنيسي، نقول لها محليها شموسة وربي يفضل لك. وبابا كيف كيف، انت محظوظة، بابا فنان وماما فنانة، بوك يونس الفارحي. تبدا هكا تتباهى كي يبداو صحابك يقولوا لك انت بوك يونس الفارحي وكيكا. نبدا معناها مانيش نتفخر بروحي وزعما زعما انا بويا وامي حاجه كبيره ياسر. اما تتباهى بيهم وكهو فرحانه بيهم هكا ولا انت في المدرسه تقرا سنه رابعه؟ دونك مدرستك شو اسمها ساعه المدرسه نتاعك؟ كلود بيرنا. هي المدرسه نتاعك؟ فرحانه بها؟ اي. كل شيء فيها مزيان ولا عندك حاجات في المدرسه تحب تغيرها؟ عندي حاجات في المدرسه نحب نغيرهم. الساحه ايه؟ يعني مكتب اللي نجري فيها. شنو ناقصها الساحه؟ نحب نبدلها، خاطرها الكل محجره واللي تيح معناها. تحبها انت تكون هكا خضار وغازون وحاجه مزيانه؟ لا ما نحبش تولي غازون، لان انا نحب تولي احجار، اما مش كالحجار اللي تعمل في السقيج واحد ديريكت، خاطر كي تصب المطر الحشيش هذاك الكل يولي طبع، يولي لنا في الوحدين نتاعنا، وكي تيح كرتابه كي تيح كرتابه ولا حاجه ما تتوسخش. اي معني مثلا نجمو نعملو رخا باهي رخا يتكسر. حجر من النوع ميله؟ حصحاص. نعملوه حصحاص ارتاح في الصيحة. ايه مثلا. ايه شنو اللي اخر الاقتراحات؟ هيكا معني مقلقتك كان الصيحة. تتفرج انت ساعات مع ماما ولا بابا في الاخبار في الصغار في الجهات كيفاش يعيشوا؟ فما حاجات ناقصين؟ ساعات تتفرج وحدي ايه تشوفهم يمشيوا برشا ثنية طويلة للمدرسة، برشا مرافق ما عندهمش. تشوف هكاك. دونك انت تلاحظ اللي هما الصغيرات هذيما ناقصين حاجه. كيف ترى انت عندك الظروف الكل والمرافق الكل، تحس عليهم وتحب تعاونهم ولا؟ نحب. كيفاش نجم تعاون؟ نجم تاكل وتحكي راهو. كيفاش نجم تعاونهم؟ نجم نمشي نشري لهم كراتب وادوات، خاطر فما اللي يمشيوا يهزوا الادوات بتاعهم في ساشيات ويمشيوا بهم. اي تعاونوا نشريهم بالكراتب. ونجموا زادا نشريو لهم بسكليتات، معناها المسافه اللي يمشيوها الكل على ساقيهم يمشيو بالبسكليت يعملوا رياضه وزيد يرتحوا ساقيهم. والله اقتراح باهي. اي ونصلحوا لهم ديارهم كل شيء. أما فكرة البسكليتات عجبتني. نعملوها للجهات الكل ميلة كلهم مثلا بسكليتات. نجمو نقربو لهم المدارس شوية ولا؟ نجمو. حاجة باهية زيدة. باهي. أنت وأصحابك في المدرسة كي تقعدوا البنات عندك برشا صاحبات. كي تقعدوا مع بعضكم شنو تحكيو وشنو اللي تتناقشوا؟ كيفاش تعديوا الفرهيدة متاعكم وأنتم قاعدين؟ نمشي ساعة ندور في الساحة، ساعة نقعد قدام الباب نتاع القسم ونحكي. شنو
شو الحاجة اللي تضحككم كي تقعدوا مع بعضكم؟ نحكيو نكت. تحكيو نكت مع بعضكم؟ مازالش أنا تحكي لي معاهم. ها؟ مثلا شنو النكت اللي تحكيو؟ فما مجموعة من الأعداد. استدعوا العدد الكل وما حبوش يجيبوا ثمانية. الأرقام معناها؟ إيه، واحد. عملوا حفلة؟ إيه. وما حبوش يجيبوا ثمانية. بعد شافوا حاجة تشتحك كما ثمانية. قال واحد قال اثنين يا أخي مش قلنا لثمانية ما تجيش اثنين. قال ليه ها أديك ما هيش ثمانية أديك صفر متحزم. صفر متحزم ولا كما ثمانية؟ كيتك بس على الخطر كيتك بس على صفر بالخير كي يتحزم باش يشتح يولي ثمانية. والأصحاب نتاعك القراب قراب شكون شو اسمه؟ ريحانة ريحانة وغفران. علاش هذو أصحابك اللي قراب قراب شنو اللي فيهم باش انت تحبهم هكا برشا؟ خاطرهم يحبوني ويصدقوا معايا ويحفظوا السر وكي تعطيهم حاجه يرجعوها لك وما همش معناها متغشين وكاشين معناها قلوبهم بيضاء ودودين ويحبوا التعاون وال هذا الكل يحفظوا السر. انتم عندكم اسرار بينكم تقولوا لبعضكم اسرار وصاحبتك ريحانة تحفظ السر على الأخر. كم موسى طوى أنت بنية ناجحة في المكتب بنية مزيانة بنية أنيقة زيد مغرومة بالموسيقى بالمسرح وأنت تمشي للكلوب في التياترو في المشتل كلوب اللي عامله سي توفيق الجبيلي للصغيرات دونك أنت تعمل موسيقى ومسرح وفي بالي تعمل زادة جيمناستيك ثلاثة حاجات بارك الله محليهم الحاجات اللي اخترتهم اني الحاجة اللي تخيرها في ثلاثة حاجات هذويا هدية الجيمناستيك. علاش؟ لخاطر المعلم نتاع الجيمناستيك سامبل وما يضرب حد وما يكش على حد وما يتغش على حد وما يسيح على حد وعمره ما عمل جريماس خايب دونك كول هكا مش كيما الاخرين صعاب شوية. تحس المسرح فيه شوية جدية معناها. انتم تعملوا في مسرحية مع بعضكم في الكلوب قريب تحضر معناها كي تحضر باش تستدعاني نتفرج معناها نجي نتفرج في المسرحية هكا ولا تعطيني انفيتا سلوم باش نحضر فما اللي ياخذوا تسكر بلاش ناخذ تسكر انا بلاش ولا نشري بفلوس معرفش كما تحب كان عطيتني تذكره نجي كان ما عطيتنيش نشري تذكره ازاش شموسة انت بنوته محظوظه الحمد لله يا ربي الحمد اللي انت معناها عندك دور باش تقرا وباش تمشي تعمل الهوايه نتاعك مسرح موسيقى جيمناستيك صغيرات اخرين ما عندهمش المرافق هذيا هكا ولا انت مثلا ممكن نعطيوك سلطه نهار باش تحقق احلام الصغار شنو تعمل نعمل لهم مدارس بلاش فلوس معناها اللي ما يتيسرش حالهم باش يدفعوا فلوس ما يدفعوش اي ويقراوها وكل ما عندهمش بيوت نعمل بيوت الفوق للصغار بيوت وين يقعدوا معناها وين يرقدوا وين المدارس يقراوا ويرقدوا فوق المدرسه مساحه كبيره ونعمل لهم رستوران بالإيش زادا ونعمل لهم ديزاتوريين تاع رقص وتاع جيمناستيك كل شيء بلاش يدوروا يقراوا ويرقدوا يدخلوا رستوران اللي نجم يخلصوا يخلص شنو ولف؟ هي برشا هذه الاقتراحات نتاعك هي لا ياسر واذا نمشيو ابعد من هكايا احنا الشعب التونسي ننتخبوك تولي انت رئيسة الدولة شنو تعمل لنا؟ اول حاجة نقص فصول الكهرباء باش اللي معناها حاجته بكهرباء وعنده ولاد ولا
ولا كثير من الشغل يمشي منا نقصوا الصبتاحة. ماش معناها نقصوا؟ معناها قديش تولي مثلا؟ خلينا نفهم باش انا ننتخب مثلا 35 مليون مثلا تولي 60 دينار 70 دينار. يا عيني يا عيني يا عيني نخرج ب 60 دولار نشري كهرباء ونروح، هي شنو ناخذ؟ ونقص في الاسوان نتاع الخضرة نتاع الغلة. تولي الدنيا رخيصة معناها، الأسعار رخيصة. نخرج ونشري الخضرة نشري الغلة، إي. ونعمل ننظف الدنيا من الأوراق والوسخ. إي، نقد البيوت الديار اللي ما همش مقدودين مليح عايشوا ننتخبك طولي وكاو كاو معناتها انت خديت لنا الكهرباء والدار والاسعار رخيصه يعيشوا بكم حتى شيء هم اهم حاجه ذوما اللي انت اخترتهم لنا راه نقضيو عندنا كريهبه عنا الأمور به برشا، أنت رئيس الدولة ممتازة به وإلا أنا وياك نغمضوا عينينا نحلوا ونلقاو كل شيء بلاش بلاش فلوس خاص شخصة دونك تبدا كل شيء بلاش بلاش بلاش. أنت شنو تاخو عندك كان 12 ساعة كل شيء بلاش، شنو نشري شنو تهز شنو اللي تحب تاخذ في الوقت هذاك تاع 12 ساعة؟ ناخذ فيلا كبيرة. فيلا؟ ايه. وناخذ معها بيسين صغير. تاخو؟ بيسين صغير. بيسين صغير، ايه. نحطو بحذا الفيلا ونحط نعمل نافورة من قدام. ايه. ونمشي نشري تليفونات وجيناتورات وحكايات. تليفونات وأورديناتور، معناتها تحب برشا أورديناتور أكثر من واحد معناها، ليزورديناتور تحبهم قداش من واحد؟ ثلاثة زوز، إيه. ونمشي باش نشري إليمون للفيلا من داخل معناها في الآخر بالكل خذيت النيسيسيغ اللي حاجتك بيه، ما كبرتش كرشك. فاكرة 12 خاطر كان انا نلقى 12 ساعة بلاش تو نحير ما عادش نعرف شناخد. الكلنا الكبار اللي يشوفوا فينا الكل يهتروا يوليو يمشيو يتكلموا وحدهم 12 ساعة ريتهم صحابنا اللي كدرور والمخرج 12 ساعة يلوحوا الكاميرا والناس الكل تجري تشوف شو باش تهز وترى العباد تاكل في بعضها ضرب ومضروب يلزم 12 ساعة يعبيو فيها كل شيء. انت فيلا بيسين باش نعوم اورديناتور تليفون هكا هاو اللي حشنا بيه هكا ولا هاي رجعنا توا حلينا عينينا ورجع كل شيء بالفلوس. انت الفلوس هامة في الدنيا معناتها تراها اساسية ولا تراها وسيلة باش نشرو بها الحاجات اللي نعملوها؟ تراها وسيلة نتاع عايشة كاو هكا هاو باش نوفرو بها برشا ولا والماكله. انت تدلل برشا على ماما في الشريان تقول لها ليك الحاجه هذيك ليك الحاجه هذيك نحب عليها ولا ترضى بلي تشريه ماما وحدها؟ تنظر بلي تشري ماما وحدها ساعات تدلل عليها هيك تقول لي شنو تحب كي تحب نشري لك وانا نختار نشري لي وتشري لي. شنو اللي يفرحك انت شمس الحاجه اللي تقول انا اليوم فرحانه حاجة تعملها تلقى روحك فرحانة؟ أنت عملتها ولا ماما ولا بابا ولا شفتها في البلاد عجبتك وفرحتك؟ ماما حاجة عملتها أنا وماما. إيه. هي اقتشرينا فلويو هو راقد هكا بيني شو شريته؟ فلويو كلب. آه عندك كلب في الدار؟ إيه. إيه شنو نوعه؟ كنش. وأنت فرحت به برشا برشا؟ إيه. هو بنتي هو راقد هكا ونما ولا حضرت له الصندوق صغير وحطيت فيه فرشت فيه وكل شيء. وحطيت ماما فيه وخليته راقد. معني انت حاجه فرحتك ياسر كي شريت لك الكانيش. ايه. ريت اغلب الصغار يطلبوا هكا كانيش ولا قطوسه في الدار، اما مرات خاطر نسخنوا في برطمان ما نجموش نجيبوا الحيوان. كلب مثلا يبدا يهبهب ويعمل زدي في الواحد
أيوة. وكان عندك انت اسباس كبير، شنو الحيوان اللي تجيبه وتربيه عندك؟ مش برشا قطاطس. برشا قطاطس؟ علاش برشا؟ 7 ولا 8 ولا 8 قطاطس هاي باهي، وربيهم نشري حصان و... حكينا نحب الحصان، هاي نشري ارانب وهامستر ايت و... نعملوا حديقة حيوانات هكاك. نزيدوا نحطوا القرودة ولا ليه؟ ليه والنمورة؟ ليه والسيودة؟ ليه مش باهينا؟ جماعة زازم السيودة والنمورة لرجلينا متاعنا. اي والله بالحق ما يجيش سيد ونمر في جنينة متاع بيت في دار حكاية ما تجيش، معناتها حيوان شرس معناتها. أما لا مستاغة هكا باهي ولا رنب باهية. أي نمشي نجيبوا له الماكلة كل يوم نذبحوا له عجل. والعجل باش نشريوه باش نكثر المصروف على أبوك. بالحق عجل كل يوم يجري يونس. ما تجيش بالحق، خلينا في حد الأرنب المستاغ شوية عصافر نسالش. ايه بابا غيو، تحبش البابا غيو؟ لا مش اللي يدخل يقول محلاهم الحيوانات، يعاود بابا غيو يقول محلاهم حيوانات. ايه جست يقول كلمة. وتحب تزرع نباتات هكا وكل شيء؟ كان يعطيوك تزرع، شنو اللي تزرع؟ نزرع ورد، نزرع الياسمين، اللوبيا، الحمص والفول. نوليو نطيبوا اللوبيا نتاعنا وحدنا، مرمزنا وحدنا اكاهو. والفول شنو نعملوا بيه؟ شنو نعملوا بيه؟ كسكسي. تموت على الكسكسي انت يا كسكسي بالفول. نزيدوا فيه شويه قرع ولا ما نزيدوش؟ نزيدوا قرع ونحطوا فيه كعيبه بطاطا ولا ليه؟ نحطوا دجاج. ودجاج بيه، زيدوا الدجاج ولا نخليوها بالخضره برك؟ حتى دجاج زاد باهي بالدجاج. يجيبني انت تحب الكسكسي برشا؟ ايه ماما طيبولك بتكتب لك كثير كسكسي. ايه انت ماما تحبها برشا؟ علاش انت ماما تحبها؟ عندها حاجات لي كاليتي اللي عند ماما تنجم تقولهم لي؟ خاطر حنينه. حنينه اي نعرفها، صابره حنينه اي. خاطرها تحبني. خاطرها مزيانه. زينا مالا شنو العوينات تخضر؟ انيقة و... ايه؟ هو معنى عندها صفات باهين. عندها برشا صفات باهين. ايه دونك حنينة وتحبك وانيقة ومزيانة لكاليتين تاع مرا حلوة الكل عندها. ايه وش كيفاش ماما تعجبك؟ شنو نوع اللبسة كي تلبسها وتمكيج انت تقولها هني محليك تقترحها عليها كيفاش تكون؟ كيما بنتي انا مرات نعمل حاجه تقول لي ما نحبوش الحمير هذا نحيه، اقترحها عليا انت زيدها. شنو الالوان اللي تحبها تعملهم في المكياج وفي لبستها؟ نحبها تعمل الحمير الاحمر. حمير احمر ايه؟ تعمل مسكرا والكحل اي مسكرا وكحل اي فونديتان وتقد حواجبها وتجبد شعرها. يلزم حواجبها تقدمها وشعرها اي. وفي اللبسه كيفاش تراها هكا ماما؟ في الكحل باهي وفي الابيض باهي وفي الالوان باهي في الروز كل شيء يوديها. كي تكبر انت وتنجح حابه قلت لي تولي قبيلك حكيت معاك قلت لي تحب تولي بديات طبيبه اطفال صغار. وتولي عندك الفلوس وكل شيء، شنو باش تعمل الماما وبابا؟ باش نصلح لهم عيشتهم ونشري لهم. نصلح لهم عيشتهم؟ ايه عيشتهم مش هذيك كلها. ونسكنهم بحذايا ونشري لهم تبشوا ندللهم كما هما دلولي وانا صغيره. يا عيني يا عيني ان شاء الله يا ربي. كيفاش تدللهم؟ قل لي يونس شنو تعمل له كي يكبر وبعد قل لي صابره. بابا قال لي حاجه نشريها له، شري لك الحاجه هذيك نشريها له. اللي يطلبوا تشريك اي و نشري له حاجات جديده باش جديد. واش يحب بابا مثلا شو الحاجات اللي فرحوا باش تشريهم؟ يحب النقل، يحب المرايات و يحب المناقل والمرايات.
شنو ليه؟ هو يحب كهو. أكهو من ندلوه بالمناقل وبالمرياتات. ليه أصلا نجم ندلوه بحاجة أخرى. إي هو بابا دلني برشا و... وانت تدلو وماما. شنو الحاجات اللي تحبها المهاريخ باش تاخذها منها انت؟ ناخذ لها كويت وبراسليات وروب وشرك محليهم وكنا نمشي الحفله ولا العيد ميلاد ولا العرس نزم معي. دي ما تهز معاك ماما وبابا. خرجهم يتفرهدوا في العروسات باهي برشا باش يعملوا جو باش يحوا كل شيء. لله فما حاجات ما تعجبكش انت في تونس مقلقينك كبنوته صغيره ولا تحب تقول لنا رايك فيهم خاطر احنا رايك يهمنا باش نسمعوه؟ فما حاجات يقلقوني. فما الوسخ معناها اي تونسي ينجم يجي يرمي مثلا يرمي بقايا نتاع كسكروت ولا يرمي ساشي ولا وين لاحظت هكا التوانسه يلوحوا مثلا وكل شيء؟ في الشوارع وبحد الجار وفي الطريق وفي الكياسات وفي ال حكيت لي مره على حفله كي مشيت لها كيفاش لقيت المسرح؟ اي بعد ما مشى الجمهور الدنيا الكل ساشيات وكاسكروتات بعد ما خرجوا من الحفله معناها المسرح الكل مسرح. اي ريتا بقعة نظيفة فيه ما فيهاش في كارتاج هذا. اي اي الجرادال كل بالوسخ. اي حتى اللي شايز زيادة والقاعة اللي نظفوا في كارتاج ما نجموش ينظفوا خطر برشا خطر وهو كبير والجمهور برشا وهي مرهونة كل واحد يحط ساشي بحذيه ويهز الوسخ نتاعو. اي وياكلوا القلوب ولاو في كارتاج. اي القلوب وما يتفرجوا تلقى القاعة كلها بالقلوب. دونك حاجه هي صحيح هذه حاجه مقلقتك. شنو الاخر؟ معناها فما بعض من التوانسه معناها الخلق نتاعهم فاسد وتلقاهم كاشين هكا و يتكلموا ويضحكوا بصوت عالي تصرفاتهم ما تعجبش. اي حطينا معاك في الراي حطينا حاجة من الحاجات هذه اللي تقلقني. والله يا بنيتي اللي تقول فيه كل حكمة. اي وتبدا مثلا التروتوار اللي عملوه للي ما عندهمش كراهب تلقاه الكل بالكراهب يطلعوا على المادة معناها. يطلعوا على المادة ويحطوا كراهبهم وترسي لهم اللي ما لقاوش بقى باش يمشيوا على الكياس واللي عندهم الكراهب يمشيوا عليهم يقولوا لهم يمشيوا على التروتوار وما ماهمش يشوفوا اللي التروتوار كلهم عبي بالكراهب. كي تكلموا ينجم يكلمك بكلام خايب زاده. اي هذا الكل يقلقك. اي هكا يلزم ينحيه وما عادش فما كراهب على المادة وفي كارتاج وفي البلاد وفين يمشيو الوسخ زاد كيف يلزم يتنحى. نجموا نعملوا طريقه باش نحيو هذا الكل نشرطوا عليهم شروط باش نجموا نقصوا من الوسخ ولا عندك حل للحكايه؟ فما فرصه في معناها كان وزير الحكومه يجي ويصلح الدنيا و أنا يلزم الحكومة تتدخل. إيه. يلزمها تاخذ قرارات في الحكاية هذه. إيه. ترى أنت يعملوا عقوبة للي يوسخ واللي يعمل حكاية هذه ولا لا؟ و يعاقبوه؟ يدفعوا غرامة 100 دينار ولا نعملوا لهم خطية معناها. باش نسألك أسئلة يا شموسة وباش تجاوبني عليهم. إيه. كان يخيروك باش تكون مرتاحة وما تعمل حتى شيء والناس الكل تخدم فيك والا تكون عمليه وناشطه وكل شيء تعمله وحدك وديناميك؟ نختار اني نبدا ناشطه وعمليه ونعمل كل شيء وحدي نعمل على روحي. باهي. وكان يخيروك بين العيشه في تونس بلادك
ولا في بلاد اخرى اي بلاد تختارها خارج تونس؟ نجم نمشي لبلاد اخرى خارج تونس ونجم نقعد في تونس معناها ساعه نجي معناها تعيش هوني وتمشي تحوس وتجي ولا تعيش غادي وتجينا توريست وتمشي؟ نعيش لهنا ونمشي غادي نحوس ونجي. لا نقعد في بلادي ونحوس العالم الكل كيكا؟ ايه اوكي. الا وكان انت زادة يخيروك باش تكون بطة ولا جمل؟ الزوزلي. الزوزلي علي؟ مش ما عندكش اختيار نتاع حيوان اخر علاش بطة وجمل؟ حيوان اخر خلي لك الاختيار لك انت، اختار لي حيوان انت تحب تكون فيه. عصفور. عصفور علاش؟ باش كيقلقني حد ونطير والحيوانات ما توصلليش خاطر العصافر هما الوحيدين اللي عندهم اجنحة، مستحيل معناها تلقى اسد عنده جناح ولا صحيح؟ ما يطيرش. وإذا كان عندك جناحات وتطير وين تمشي؟ وين نمشي ندور نحوس نكتشف حاجات أخرى وبلايص أخرين في تونس باقي مش خارج تونس. بيه برشا. أنا مثلا نختار جمال. علي نهار كون أنت في السخانة في الصحراء عليه. إش معناتها شموسة قوة؟ قوة في الذكي، ما انك تتصرف بحكمة معناها وتستغل مثلا تستغل فلوسك ولا حبك ولا تستغلهم لحاجة باهية ومش تعمليهم الخير معناها الانسان قوي بالذكي نتاعو. اي والارادة اش معناها؟ ارادة مثلا واحد عازم باش يمشي مثلا لفرنسا ويمشي لفرنسا ويحقق الاحلام نتاعو ويفرح ويعمل عائلة لازم عنده إرادة. مفهومك للسعادة؟ السعادة واحد فرحان مثلا بعيشته حتى لو كانت معناها خايبة وراضي على اللي عطاه له ربي برافو عليك. هو اللي يرضى باللي عطاه له ربي واللي سعيد. كل واحد كي يقتنع بالشيء اللي عنده يولي سعيد، هذيك مفهوم السعادة. أنت بنية بالحق أقسم بالله بنية تهبل ومحليك محليك محليك وصدقني أنا عملت راه مع صغيرات أخرين معناها حلقات هم بدهم يهبلوا محليهم. أنت من الصغار الحلوين برشا 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 باش نهزك تكتشف المسرح البلدي من داخل وتشوفوا من فوق وندخلوا للهون زيدا الدخلين داكوردو؟ إيجي؟ أبلا ان شاء الله عديت نهار حلو معايا خاطرين عديت وقت عسل معاك. ميرسي ليك انت شموسه وميرسي ليك انت زيدا يونس. ميرسي بوكو بوسك. عايشك. بوسه كبيره ليك انت وباي باي. باي باي. ميرسي مشاهدينا الحلوين اللي ديما تبعوا فينا وتبعوا في الوطنيه الاولى. هذا برنامجكم كان عندكم صغيرات تحبوا شاركوا معايا في البرنامج وعديوا نهار مع كوثر ابعثوا لنا على الباج فيسبوك نتاع ليميسيون نتاعنا والا اطلبوا لنا على الارقام اللي تشوفوها اسفل الشاشه وملتقايا معكم في حلقه جديده ان شاء الله وحلمه جديده وحاجه اخرى جديده وضيوف عسل كيما شمس. باي باي.